المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم من الهام شنال. جسبان إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي أكيد أكيد دائما الهام شنال. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة ومن الجسم بصفة عامة، يعني أي بلاصة فيها شعر زائد كاين مو عندك يعني بزاف او كنتي مشعره، فغادي ان شاء الله تخلصي منه نهائيا. فقط يجب استخدام ولا استعمال ولا تطبيق هذه الوصفه ثلاثه ديال المرات او مرتين، وهكذا ان شاء الله ما غاديش يبقى ينمو الشعر مجددا في اي منطقه موجوده في الجسم. فنتمنى يا ربي انه هذه لاغوسيت تنال الاعجاب ديالكم ترضيكم، وانا متاكده ان شاء الله غادي تعجبكم. نبغي نرحب بالبنات ونرحب بالسيدات، مرحبا بكم في القناه. الا كنتوا اول مره غتكتشفوا معنا هذه القناه وغتشاهدوا هذا الفيديو، فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل هذا الفيديو، وايضا ضغطوا على الزر المجاور له اللي هو زر الجرس. فاذا ضغطتوا على زر الجرس اي فيديو ان شاء الله نزلته في القناه غيجيكم اشعار بانني نزلته. وما تنسوناش بالتعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، الاسئله ديالكم وحتى الوصفات ديالكم. يعني اي سيده عندها اي وصفه معينه يعني بخصوص تخلص من الشعر الزائد فتخليها لنا في لي كومونتير، تخلي لنا طريقه التحضير، طريقه الاستعمال بكل التفاصيل ديالها، وانا اكيد ان شاء الله بدوري نجربها، ولا عجبتني وتعطيني نتائج مزيانه راني غنجي نشاركها ولا غادي نجي نبارطاجيها معكم هنا في القناه لتعم الفائده للجميع. وهذا الشيء اللي كاين البنات، دابا نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه التحضير وطريقه الاستعمال. دونك اول مكون البنات غادي نحتاجوا ليه، سنحتاج الى الفازلين. اي فازلين البنات متوفر عندكم، مثلا انا متوفر عندي هذا بالسيترون، فكنصحكم تستخدموا لي بالسيترون الا كانوا عندكم مناطق فيهم سميرار، مثلا منطقه الابطين بغيتوا يعني الشعر ما يبقاش ينمو مجددا، في مثلا في منطقه الابطين ولا الساقين وعندكم فيها ديجا سواد، فمن الاحسن انكم تاخذوا هذا الفازلين هذا نوعيه مزيانه اكيد، ويكون بالسيترون يعني يكون بالحامض باش هكذا يزول الشعر الزائد ويبيض لكم المنطقه ويوحد لكم اللون. بالنسبه للسيدات اللي عندهم يعني بعض التصبغات، عندهم يعني بزاف ديال المشاكل، فكنصحهم بالفازلين اللي كيكون بالنكهه ديال السيترون عكس النكهات الاخرين. الناس اللي ما عندهمش السواد مثلا بغاو يزولوا غير الشعر نهائيا فيستخدموا اي فازلين باي نكهه بغاو، ولكن الناس اللي عندهم تصبغات ويعني السواد فكنصحهم بالفازلين اللي تيكون بالنكهه ديال السيترون. فكما قلت لكم اول مكون سنحتاج اليه هو الفازلين. بالنسبة لثاني مكون سنحتاج إليه البنات هو الملح. بالنسبة للملح ممكن تاخذوا الكمية اللي خليته، فغادي تحتاجوا للملح. الملح كما قلت لكم الكمية كتبقى اختيارية على حسب السيدة شنو بغات وشنو ما بغاتش. وغادي نحتاجوا الزيت الزيتون بالنسبة لثالث مكون، يعني ثاني مكون هو الملح العادي ديال الطعام ولا ديال الأكل ولا ديال الطبخ، يعني اللي كنعملوه في كل شيوات ديالنا بصفة عامة. بالنسبة لثالث مكون هو زيت الزيتون، يعني واحد ملعقة ونصف من زيت الزيتون فقط، أنا هي اللي اكتفيت بها. نتوما أكيد على حسب المناطق اللي بغيتو يعني الشعر الزائد ما يبقاش ينمو نهائيا، يعني على حسب المناطق اللي غتزولوا منهم الشعر وبغيتو تطبقوا عليهم هاد الوصفة، الكميه دائما كتبقى على حساب المناطق. فهاد الشيء اللي كاين البنات، هادو هما المكونات. ندوزو الان لطريقه التحضير وطريقه استعمال هاد الوصفه. فبسم الله على بركه الله، غادي ناخذ ملعقه من الفازلين، انا غنكتفي غير بملعقه البنات، نتوما ممكن يعني تاخذوا اكثر من ملعقه لكم حريه الاختيار. وغادي ناخذ الملح، يعني ملعقه ما تكونش عامره بزاف بهذا الشكل هذا، وكنحاول ندمج الكل يعني ما بين الفازلين ملعقه،
وملعقة ديال الملح أيضا. والآن البنات غادي نزيد نضيف زيت الزيتون، الملعقة الأولى والملعقة الثانية، بالنسبة لهذه الوصفة البنات ما كتخليش الشعر الزائد نهائيا، وكتمنع يعني النمو ديالو من جديد. انا اكيد غنشرح لكم طريقه ديال الاستخدام ديالها يعني بكل تفاصيل ديالها. غادي نحاول نزيد غير واحد ملعقه من الملح، يعني ملعقه ما عامراش هانتوما، غير باش تعقد الوصفة يعني ما تبقاش سائلة بزاف. وغادي نضيف ديك نصف ملعقة اللي بقات لي ديال زيت الزيتون، الوصفه البنات بعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا، يعني هذه هي النتيجه النهائيه ديال الوصفه ديالنا. فبعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل هذا كنكونوا ديجا مزولين الشعر الزائد بالشفره ولا بلاستيغ ولا بالات الحلاقه، المهم كنكونوا ديجا مزولين الشعر الزائد في اي منطقه موجوده في الجسم كنكونوا ديجا حيدناه. من بعد كنكونوا مجهدين هذه الوصفه، ان فوا كنزولوا كنوصلوا المنطقه مزيان كنشفوها، ومن وراها ديريكتومون البنات كنطبقوا هذه الوصفه هذه على اي منطقه ديجا زولنا منها الشعر ولا حيدنا منها الشعر، وكندهنوا هذه الوصفه هذه وحنا كنفركوا يعني تلك المنطقه، وكنخليوها فوق اي منطقه مزولين منها الشعر الزائد ديجا لمده ديال 5 دقائق، عاد من بعد كنغسلوا المنطقه. بالنسبه لهذه الوصفه البنات كتبقاو تستخدموها مرتين الى 3 ديال المرات، مثلا المره الاولى زولنا الشعر بآلات الحلاقه كنطبقوا هذه الوصفه كنخلوها 5 دقائق، من بعد كنغسلوها وكنشفوا المنطقه، ومن بعد المره الثانيه كنعملوا ولا كنكرروا نفس العمليه، والمره الثالثه كذا ومثال. ومن بعد البنات كتلاحظوا النتيجه هائله، ما كيبقاش ينمو الشعر مجددا، خصوصا البنات اللي مشعرات وكينوض لهم الشعر الزائد بواحد الشكل كبير ورهيب بزاف. البنات كونوا متاكدين الا تبعتوا هذه الوصفه وكررتوها كما قلت لكم مرتين الى 3 ديال المرات، لانه اكيد منذ اول استخدام غادي عاوتاني ينمو الشعر، ولكن الا استخدمتوها مرتين الى 3 مرات فكونوا متاكدين انه الشعر ما غاديش يبقى ينمو مجددا. فكما قلت لكم الطريقه ديال الاستخدام ديالها، انفو نزولوا الشعر الزائد بالحلاقه بالحلاوه عفوا او بآلة الحلاقه او لا ب يعني الشفره، يعني اما بلاستيغ اما بآلة الحلاقه اما بشفره، فكنزولوه على حسب كل سيده شنو بغات وشنو ما بغاتش. فالاهم شيء انه يتحيد الشعر، يعني ملي كيزول الشعر كنوصل المنطقه كنشفوها من وراها كنطبقوا هذه الوصفه هذه، ملي كنطبقوها على اي منطقه ديجا مزولين منها الشعر الزائد كنتظروا المده ديال 5 ديال الدقائق. بالنسبه للسيدات اللي غيقولوا لي واش ممكن تفركوها، فاكيد ممكن تفركوها ولكن غير بالمهل لانه الحبيبات ديال الملح كيبقى، فالا فركتو يعني بزاف ولا بالزربه غادي حبيبات ديال الملح غادي يوعتكم في منطقه الابطين مثلا ولا المناطق الموجوده في الجسم بصفه عامه.
فكما قلت لكم بعد ما كتطبقوها 5 دقائق كتغسلوها، ومن بعد كتكرروا العمليه مرتين الى 3 ديال المرات، وما كيبقاش ينمو الشعر نهائيا بعد استخدامكم ولا تطبيقكم لهاد الوصفه هذه مرتين او 3 ديال المرات، سواء في الاسبوع ولا في اسبوعين في شهر، يعني الوقت دائما كيبقى اختياري على حسب نتوما وامتى ناض لكم الشعر وامتى زولتوه. كما قلت لكم تزولوه باش ما بغيتوه، سواء بالشفره بآله الحلاقه او لا بلاصيغ. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم سهله مهله البنات، وما كتخليش الشعر الزائد ينمو مجددا في جميع المناطق الموجوده في الجسم، سواء الساقين، العانه، الابطين، يعني اي منطقه موجوده في الجسم. كنتمنى البنات تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط غنخليها لكم في الديسكريبشن بوكس ولا في الوصف فوق. موعدي معكم ان شاء الله في الفيديو القادم.